السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على أفضل الصلوات ثم التسليم. يا جماعة شير مستغاثة دون مشاركات، عشان البلاغات، عشان الحساب عليه بلاغات، عليه غيود، عليه كل حاجة. ادونا شير، ادونا مستغاثة، ادونا أي حاجة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حاجه يا جماعه، الاشاعات، في اشاعات من الصباح، الناس ما نامت. جاك فيديو قال لك ده محمد صديق دخل المصفى، بس انت ميز طوالي منطق خليه لو دخل ولا المصفى. ده حاجه ما سهله، الجيش طوالي طلع لك بيان انه الجيش دخل المصفى. المصفى ده ما حاجة، المصفى جنبيه مصنع بتاع سلاح، يعني لو ما دخلوا حلة الجبل واستلموا المصنع ما بخشوا المصفى. فالإشاعات بيطلقوها ليه؟ عشان انت الناس ما بتوعها، بس الا لما الواحد يجي بس ما بيظل بتراك الا الان، الا مجرد ما دخلت اللايف الناس بتقعد تتراك. والله العظيم يا جماعة أي إشاعات بتطلع على الأيامات دي، أي كلام بيطلع على الأيامات دي، أي حاجة بتطلع على الأيامات دي، أي كلام بيطلع على الأيامات دي لو ما أخذتها حقيقته ما تنشره، عشان ما تحبط، عشان ما تفقد المصداقية في ناسك، عشان الناس ما يجيها إحباط. الغرف اشتغلت على أنه طلع لك محمد صديق كذاب، في غرف اشتغلت على انه تضرب لك مصداقيته، على انه هو طالما طلع وكان بذرة او نواة للي بيحصل ده وكان جزء من الحاصل، فهون دايرين يضرب لك المصداقية حقته، انك انت خلاص معنوياتك فوق ومحمد صديق دخل، وزي ما وعدت بيذكروك انه هو عادك بالمط، يعني بيذكروا، يعني بيذكروك انه هو عادك بالمصفى، وهذا وطلعنا لك تسجيل انه قال كده، وبعدين حتتفاجأ انه الكلام غلط، حتقوم انت تقول كذب عليه، ولانه انت فاكرينك نسيت انه محمد صديق وعرق بالمصفى. نحن ما نسينا انه هو قال المصفى وقال، لكن المصفى بتترتب، المصفى ما بيمشي براه، هو ما اسد ولا هو ديناصور عشان يمشي براه وبوبو ويخش المصفى ينتهي منها. الشغلة ما كده، الشغلة دايرة ترتيب، والشغلة دايرة خطط، والشغلة دايرة تكتيك، ودايرة تجهيزات. شعبي عازف، شعبي متأكد انه هو بيقدر يعمل، وبيقدر قواتنا المسلحة بتقدر تعمل، وشعبنا بيقدر يعمل، ومقاومتنا الشعبية بتعمل. احنا ما شفقانين، ما شفقانين عشان توقعوا بيناتنا وتطلعوا الإشاعات هنا يتحرروا. بعد شوية فيديو قديم بتاع مدني، الناس قال لك مدني، لا مدني لسه. اشاعات صفحاتك اللي بتثق فيها طلعت لك خبر صدق، صفحاتك اللي بتثق فيها ما قالت ليك ما تصدق، عشان ما نقعد نلوك لوك 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 لوك. مدني الليله من الصباح فيها جغم ثقيل جدا جدا جدا، ارتكازات كميه كبيره جغموها، انجغموا كميه كبيره في الارتكازات كلها في مدني، كلها جغم شغال فيها من الصباح، من اصبحت سنار هناك اشتغل فيها، جنوب مدن اشتغل فيها طيران، يعني الطيران واعي وما في اي حاجه. قصة في خبر برضو طالع تسجيل كيكه اللي احتغلوها، ولا احتغلوها لاي حاجه، ما تسمع طلص طلص، كلها غرف، بس غرف غرف ما في اي حاجه. انا بقول لك الحقيقه، احنا دارين احتغلوه، دارين يخشوا المصفى، لكن دارين يخشوها بالخبر الصحيح، بالخبر اليقين، ما طلص بتاع مجموعات، ولا طلص بتاع جروبات، ولا طلص بتاع قحاطه. بالنسبه للخرطوم، الخرطوم شبه خاليه وشبه فاضيه. ورسالتنا للقائد العام البرهان، ورسالتنا للمؤسسه العسكريه، ما في حاجه تنتظروا، ما في شيء الان، خلاص الناس كلها شايفة بعين الخرطوم، لا ارتكاز ولا تاتشر ولا حاجة. بعد شو بعد كده ما عندكم قرار، كن واحد والله العظيم.
بيجي يوم بتقولوا يا ريت نحن لو دخلنا الخرطوم في الوقت ده، ويا ريت لو انتشرنا واعلنا الانتصار. في بيجي اليوم قبل ما يجي اليوم وتندم وتقولوا يا ريت ويا ريت ويا ريت. الان الان ما في ما في عذر. حتجي خسائر، حتجي خسائر، الناس حتفقد، حنفقد ارواح، لكن الوطن حيتحرر، الوطن حيتحرر. احنا شايفين بعين الجنجويد لا حول لهم ولا قوه، غير الاشاعه وغير الطلس. الان ما عندهم اي حاجه، دارين يمشلون ورا ميت عشان يحيوا ليك عشان يقدروا، ما عندهم حاجه للاسف. الان القرار يا الجيش، القرار واضح الا لمن ابى. الان الجيش لازم ينزل الخرطوم كامله، الان كله في كل المناطق، ما هي الشغلة معروفة، ما في حرب ما فيها خسائر، وما في حرب بتدق فيها ورود وبتدق فيها شوكولاتة. الحروب دائما فيها الدم، وفيها الناس اللي بتستشهد، وفيها الناس اللي بتقدم، وفيها وفيها كثير. الآن الوقت وقت التشتيت، وقت الانتشار، وقت الخرطوم دي ما تفرز شارع، كله شارع جيش. عندكم مستنفرين، عندكم كتائب مقاومة، عندكم جيش ما محتاجين، عندكم سلاح. الآن 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 قبل فوات الأوان، الآن قبل فوات الأوان. أنت قاعد بتكاتب باستراتيجية، وهم بالاستراتيجية بتاعتك مستغلين في التعويض والتشوين حقهم، فاتحين معسكرات وبدربوا فيهم. أنت انتظرت لما الخريف انتهى، هنا الخريف ده استفادوا منه، جمعوا ناس ومعسكرات مركزية، ولما انتهى الخريف دفقوهم ليك جوا، جابوهم ليك. قدر ما تتأخر أي دقيقة ما في صالحك، النصر من عند الله، لكن احنا نعمل بالأسباب، نجهز حاجاتنا، نعمل الصح، نعمل المطلوب مننا، ما نقعد في معسكراتنا وكل زول خاتي بندقيته، وكل زول قايب يقول لك النصر من عند الله. احنا عارفينه من عند الله وقلناه وشرحناه، لكن انا بجهز حاجات الانتصار كلها. من الحاجات الممكن تجيب لك الانتصار الوقت المناسب للهجوم، الوقت المناسب. احنا ما خبر عسكريين ولا خبر استراتيجيين، لكن احنا بشر متابعين. لو ما شقينا المغابر، لو ما متنا شقينا المغابر، لو ما دخلنا الكليه الحربيه عندنا اصحابنا ضباط. دي الحقيقه. الوقت المناسب مر فينا 6 7 مرات، الوقت المناسب مر فينا 10 مرات، الوقت المناسب مر فينا 30 مره. ناقصنا القرار العسكري. البلد الان ما محتاجه لقرار سياسي، محتاجه لقرار عسكري. اللي بينتظر اللي بيتغطي بالمجتمع الدولي والمفاوضات ده والله عريان. شواهد كلها بتقول عريان. دي الحقيقة. عشان كده الآن القرار واضح. في مقاومة شعبية شرسة، في مستنفرين، في جيش. تختار. تختار. عندك. عندك عندك عندك. باستطاعتك الآن تتحرك، الآن تتحرك. خلاص احنا الناس قدر ما نتأخر بيدفعوا ثمن أكثر من الانتظار. الثمن اللي بتدفع أكثر من الانتصار، لأنك أنت لو انتظرت قعدت قدر ما انتظرت 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 عشان تجي لحظة تمسك البلد دي ساكنة، أنا بقول لك ما بتقدر. لأنه ديل بجد أنت واقف، هم ديل بيخشوا ماشيين، ما واقفين 24 ساعة ماشيين. دخلوا ديل طلعوا ديل، دخلوا ديل دخلوا ديل، ماشيين ورا بعض. هناك في ناس جاهزين بيصنعوا لهم في الناس، بيشتروا لهم في الزمن، بيشتروا لهم في الهناي، بيدربوا. يعني شغالة مستمرة. أنت ما وقفت هناك، المنتج هناك ما وقفته.
ما وقفته عشان تجي تقيف وتقول انا ممكن ده اللي حاصره ونقعد كده انتصر. انت بتنتصر لو انت قفلت الخرطوم وقعدت في محلاتك وخليتهم عزلتهم من بره وما خليت حاجه تدخل لهم، انت كده منتصر بدون ما تهاجم. لكن في ظل انت فاتح الاجواء وفاتح الحدود وفاتح الخرطوم، كل من هب ودب داخل وطالع وجميع الجنسيات، انت وعادك بضرك، عدم امتلاكك للبلد وعدم انتشارك بضرك. عارفين عندهم ارتكازات وعندهم خنادق حفروها، حفروا الخنادق دي بين يوم وليله؟ لا لا، الخنادق دي اخذ الزمن. الزمن جابوه من وين؟ جابوه منك انت، لانك انت اديتهم مساحه واديتهم زمن، خليتهم يجيبوا ويحفروا خندق ويجيبوا الشيء والوينهاز ويحفر ويجي يستناك في الخندق، انت اديته الزمن وديته المساحة. ولو استمرت في تديه المساحة بيزيد الخندق وبيتقدم خندق لخندق. الآن وقت الانتشار، دي الحقيقة الآن. مهما كانت الخسارة، مهما كانت التضحية، مهما كان، الآن 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 الحرامية أكثر من الناس. الجنجويد ما في، الان في حراميه، حراميه، الناس النفوس ضعيفه، لا في نسرقوا في البيوت، ما في حاجه الان تخوف، ولا في تاشيرات ولا في ارتكازات ولا ما في الكلام ده، ما في الكلام ده، ما في غناص غناصين، شنو يعني؟ شنو مهما كان غناص غناصين بيتاكل لو احنا دارين بناكلهم، دي الحقيقه. أنا ما بقعد في حتتي وبقعد بمت في الحر وبطول فيه عشان عين لي برا، شعبي ما بيرضى. مفاوضات دي ما في ذول بيرضى لك بقحاط يخش البلد دي. يوم تمشي على قحاط توقع بنحرقك أنت والقحاطي. بنقلب لك نار جهنم، دي الحقيقة، ولا بنلعب فيها. ولا بنجامل. مفاوضات وكلام ما في. ما في ذول بيرتضي حميت يوم من الأيام أو جماعة حميدتي أو أهل حميدتي أو الناس اللي بيدافعوا عن حميدتي يوم من الأيام يكونوا جزء مننا، ده مستحيل. دي من المعجزات السبعة، واحتمال نضيفه معجزة تامة. ده موضوع منتهي، تفاوض ما تفاوض، ما في، ما بقدم. بالعكس، كون التفاوض تقول عشان تفك الخناق ويفكوا، لا لا، التفاوض ده فك الخناق عنا ونهون ما عننا نحن. التفاوض ده بجيبوهن 13 تفاوض، 13 هدنة. لولا الهدن الناس دي كانوا كبلوا، الناس دي لا كانوا عندهم مدافع ولا كانوا عندهم حاجة ولا قادرين يدخلوا حاجة، أخرونا بالهدن. 13 هدنة نحن ما مستفيدين من التفاوض، ولا نحن المحاصريننا، ولا هم أكثر مننا الآن في الميدان، ولا هم اللي عندهم لا لا، ما تقنعونا بانه ده التفاوض ده عشان نفكه، لا لا، التفاوض ده بيستفيدوا منه هم ما نحن. بينتشروا، بيدخلوا حاجاته، بياخذوا نفس، ده هم ما نحن. عشان كده الان القرار المناسب المفروض يطلع الان 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 الان، صح، الصفر. لو كانت بعد يوم الليله تتقدم، لو كان الليله تتقدم. الشعب السوداني داير يحرر بلده، والشعب السوداني الان فوق، معنويات فوق. الشعب السوداني كله واقف فوق الان. كل الشعب السوداني واقف الف. كله 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 معنويات عاليه. ثاني شنو؟ عندك جيش، معنويات، مقاومه، مستنفرين، سلاح، في شنو ثاني؟ اقعد انتظر؟ اقعد عاين اقول والله ما في زول بيرضى. ولم نقبلهم، ديل ما مننا ولا نحن منهم، الناس الخونه ديل الان بقت واضحه. بقى الشغل واضح، ما ولا 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 مخفي. الان مشوا قعدوا عديل مع الشبيه حقه باعتباره ضحي ميتي. باعتباره ضحي ميتي، فرضا احنا نخط لون حميتي. المفروض الان النائب العام يكون اشتغل. النائب العام الجديد، انت جبته عشان ينوم ولا جبته عشان يعمل شنو؟
جبته عشان يشتغل صح، مفروض النائب العمل الليله يكون طلع امر القبض للقحاط اللي مسقعده كلهم. مفروض النائب العام الليله يكون طلع، يكون طلع النائب العام طوال الليله، النائب العام يكون طلع امر الاحتغال لكل الكوادر اللي من ظهرت مع حميدتي. حميدتي ده خاين متمرد، بيكتل في اهلنا، بيسرقوا في بلدنا، بيدمروا فيها، بيغتصبوا في الحرائق. كونك تقعد معاه معناته شريك، معناته جزء منه. دي الحقيقة، ما دار لا شهادة ولا دار زول يحلف الله ولا دار شهود ولا دار دي ثوابت. النائب العام الجديد وين؟ أنت اخترت النائب العام ده لشنو يعني؟ إحنا ما دارين نعرف، غيرت ذاك وجبت ذاك ليه؟ لشنو يعني؟ عشان يشتغل وطنية ويشتغل بذمة؟ الآن إحنا ما شفنا ذمة. الآن له 72 ساعة، العدالة ما محتاجة لها دقيقة واحدة. لو جواه عدالة ساعة واحدة ما بياخدها مع الموضوع. مجرد ما أمس اجتمعوا بيكون تفكيره بالليل بيتين، نصحى الصباح يمشي يفتح المكتب ويجهز العرائض ويجهز الحاجات. دي ما دايرة اثنين ثلاثة، دي ما دايرة لا اثنين ثلاثة. مفروض الليلة 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 التلفزيون القومي يجيب الأسامي كلهم، دي الخونة ومطلوبين للعدالة. مفروض وواجب. دي الحقيقة. عشان احنا ما شعب تاني بي 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 بنتغشى وبنتدقس وبيسوقونا، لا لا لا. طالما انت غيرت نائب عام بنائب عام معناته راك عندكم عليه تحفظات. احنا استبشرنا خير، قلنا معناته ذاك مأخر العدالة، مسوي العدالة، ومعناته النائب الجديد ده حيجي ينصفنا وينصف الشعب السوداني. كون المسرحية اللي مز دي تمر فيه وبدون ما اي حاجة للآن، معناتها ما ولا شيء، ولا كأنك غيرتها، ولا غيرت لنا، ولا في نائب عام، ولا موجود. هاي دي الحقيقة. عشان كده المفروض النائب العام يكون توجيهات. الناس دي الآن عملاء، العرايض تطلع من النائب العام، الليلة تطلع من النائب العام. زي ما حضرتوا ناس أحمد الضي وكلهم مطلوبين للعدالة ويسلموا نفسهم، الآن دي المفروض يطلبوا الآن يسلموا نفسهم للعدالة. الآن الآن الآن. لأنه دي المشكلة. لأنه ديل الخونة، لأنه ديل اللي بيبيعوا ويتاجروا بالوطن، لأنه ديل جزء من القتل وجزء من الموت، لأنه ناس حزب الأمة الآن لابسين كدمول، لأنه الآن كوادر حزب الأمة قيادات في الأرض، ما كلام ولا إعلام، اتطوروا من مرحلة الإعلام، وصلوا مرحلة الكدمول. ناس حزب الأمة سريع، وصلوا سريع محلة الكدمول. منتصر هباني، النيل القطينة، عرش القطينة، وشوف الجنجويد جوا القطينة منهم تلقاهم حزب الأمة. أنا بقول لك الحقيقة، شوف الجنجويد جوا القطينة الآن المسيطرين على أهلهم، أجابوا لأهلهم الكدمول، أجابوا لأهلهم المغتصبين زي كيك المواد لأهل المغتصبين. الحزب الأمة بتاع القطينة الجنجويد ودوا لأهلهم المغتصبين، بتاع النيل الأبيض ودوا لهم المغتصبين. الآن حزب الأمة لبس الكدمون الرسمي والشعبي، حاسين شنو يا دولة؟ ليه؟ دود منهن أولاد من أولاد الملائكة؟ دي سياد السودان؟ ده السودان حق أبوهم؟ السودان حق جدهم؟ طلع اشتغلوا لنا شغل بتاع عدالة بتاع رجال. ما أنت نائب عام جابوك، ما جابوك عشان تقعد، جابوك عشان تطلع تشوف الحاصل شنو؟ الآن حزب الأمة لابس كدمول رسمي وشعبي، ولا بيخجلوا ولا بيستحوا، لابسين كدمول عديل. شنو هتعمل حارسين شنو يعني؟ دارين زول يجي يقول لكم والله دي المجرمين ويجيب لكم دليل؟ يجيب لكم دليل يقول لكم إلا دي المجرمين ويجيب الشهود ويجيب الناس حلف وغصب؟ ولا ده شغل الدولة؟ ده شغل الدولة الآن. الدولة اللي قدرت تطلع في بقال وتطلع في أحمد الضي وتطلع في سندالة ما بيغلب تطلع في صديق المهدي، بنت المهدي، وجدي صالح، خالد سلك، ياسر عرمان. الناس دي لازم يطلع لهم رقم، لازم يطلع لهم.
اصله دي ما الان 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 لازم يطلع مجرمين حنان وبنخره، الناس دي لازم يطلع لهم رقاب. ما هو انت ما دوله، خلينا نحن من المعركه دي خلاص، والنصر بيد الله، وانت ماسك القلم، عندك قانون بتطبق وطبق قانونك، طبق القانون، طبق العداله. طيب زي ما طلعتوا امر قبض لديلك، الرمم دي اولى بامر القبض من الشفع ديلك، اولى بامر القبض من المخنثين ديلك. ديلك مخنثين لو خليتهم ساي ما باثروا، ديلك بيركضوا ببطونهم لو خليتهم ما فارقه، ما باثروا في الدوله. كان جمعت ولا الثلاثة ولا الأربعة ما طلعوا له الراجل. عندك العلوج ديل اللي قاعدين في أثيوبيا، أولاد الحرام، الشلة بتاعت السكرجية، الأسر الفاسدة، أسر الضعارة، ده المفروض تطلع لهم رقم. الأسر بتاعت الحرامية القبضون بالذهب، ده المفروض تطلع لهم رقم. دي الحقيقة. الآن تطلع عمري قبض حارس شنو؟ حارس يجي وملوك يقول لك ونكتبوا عمري قبض وطلعوا في ديل. ما أشوف إحنا واضحين وصريحين، اللف والدوران واللولو ما بتنفع معنا، في النهاية نحن منتصرين، شاء من شاء وأبى من أبى. عشان تكونوا عارفين يا برهان ويا مع البرهان ويا غير البرهان، البلد دي ما بتمشي إلا دغري. ولو فاكرين في زول بيخش الشعب السوداني وبيطلص عليهم، ممكن يوم من الايام اولاد الحرام ديل يوم من الايام يجوا داخلين السودان، والله انتم كذابين وهم كذابين. دي بنقول لكم خدوها قدامكم اكتبوها في المكتب فوق، قسم بالله العظيم اولاد الحرام ديل ليوم الدين ما فيهم راجل يخش السودان الا كان الشعب السوداني ده يلبس طرح ويلبس ثياب ويلبس ستيانات. لكن اولاد الحرام ديل والله العظيم، واللي بيقعد مع اولاد الحرام ما بيجي داخل، اللي بيقعد معاهم ما بيجي داخل السودان ده، لانه ما في الناس دفعت بيوتها ودفعت اعراضها ودفعت حاجاتها وممتلكاتها ودفعت روحها ودفعت كل حاجه دفعتها، عشان في النهايه يجونا اولاد البارات ديل اولاد الحرام ديل. لا لا مستحيل مستحيل، احنا ما دفعنا ثمن عشان يجينا برمناصر بعد ما حصل 90 سنه رابط الاحفاد بيعملها في روحه بريل هو ماشي. مستحيل بعد ما دفعنا الثمن ده كله يجينا ابراهيم الشيخ جلوطه، ابراهيم صبغه، يجينا خالد سلك مما الله خلقه عاطل بيصرف عليه خاله، يجينا ياسر عرمان وظيفته في الحياه دي ما حصل اشتغل غيره متمرد، متمرد شقاق صف ما عنده علاقه بالوطن. اجوا ديل عشان تمشوا تجيبوا لنا وتقول لنا والله احنا قلنا واحنا قلنا ونقعد وما في قعاد ولا في قلنا. الان عندكم التزامات تقوموا بها، اعملوا الاعمال اللي ممكن تخلي الشعب السوداني يقتنع بانكم انتم فعلا ماشيين على الصح، نقتنع بانكم انتم فعلا دارين تجيبوا لنا وطن ودارين تحاسبوا الفاسد ودارين تحاسبوا المجرم ودارين تحاسبوا الجنجويد، احنا نقتنع. لكن تقعدوا سوق كده صامين خشومكم وقاعدين وحارسين لنا وتتكلموا لنا ونحن ودبلوماسيه، ده ما هو كده دبلوماسيه. هي الدبلوماسيه مع منو؟ في شنو؟ في شنو الدبلوماسيه؟ في الكذب اللي بيحصل في اثيوبيا ده؟ في التمثيليه اللي بتحصل في اثيوبيا والغش والخداع والنفاق ده؟ في ده يا جماعه ما هي منطق ربنا ده ما شفناه بعيننا. ربنا ده ما شفناه عرفنا بعقولنا. منطق ما دا الا اثنين ثلاثه ولا دا الا 8 شهور من الاختفاء فجاه يصهر، 8 شهور ما قادر يطلع ولا دقيقه، 8 شهور ما قادر يعلق يزالوه في تلفزيون، 8 شهور ما ولا موجود في الدنيا. فجاه كده بين يوم وليله حيوا لك وجابوا لك وقال لك يا هدي حميتي احنا كشعب سوداني سوقونا قطيع بتاع نبل، كنا بنعلمهم كيف ياكلوا وكيف يشربوا وكيف يستحموا. يجي يعلمونا نحن ويغشونا ويجيبوا لنا شبيه او ريبوت يقول لنا ده حميتي وتعالوا فاضوا، نبقى نحن شعبي ما عنده قيمه لو نفكر انه ده حميتي ساي، نحن شعبي يكون بليء بليء تعديل ونستاهل نتركب للنهايه. دي الحقيقه منطق ولا ده اللي لف ودوران 8 شهور من الغياب 8 شهور، وحتى ظهوره لما كان بيطلع
في فيديوهات ما قادر يطلع دقيقة. فرضا دار تقول لي مصاب وكان راقد، ايام بتطلع فيديوهات ما كان مصاب، لما بيطلعوا لك ذكاء صناعي ما كان مصاب، ما كان بيطلع كامل كده وذكاء صناعي، لو هو كان موجود ما كانوا طلعوا لك ذكاء صناعي زمان في الفيديوهات. الفيديوهات دخلت واتكشفت انها كلها مزيفة. لو كانوا هو حي ما كانوا عملوا الخديعة دي من زمان. لو كان حي كان طلعوا دقيقة مباشر كان قلبت الموازين زمان. دي الحقيقة. كانوا محتاجين له. عشان كده بيعملوا لك ذكاء صناعي كذاب، اللي بيقول لك حميدتي ما بالنسبة له ما مهم كذاب. كذاب اللي بيقول لك حميدتي بالنسبة له ما فارق كذاب. حميدتي كانوا بس بيصرفوا قروش ذكاء صناعي عشان يطلعوا لك في فيديو، والفيديو بتدخله بيقول لك مزيف. عملوا سووا السبع عشان يثبتوا انه حي، ما قدروا. في النهايه زمان كده كتبت لك بوست، قلت لك بعد 3 4 شهور يطلعوا لك بحميدتي مزيف وسوقوك الكلام ده موجود، ترجع لصفحاتنا بتلقى الكلام ده، لانه احنا متاكدين الناس ديل، الناس ديل ما بيعيشوا الا في وجود حميدتي. الناس ديل ما بيقدروا يعملوا حاجه الا في وجود حميدتي، حميدتي لحاله المشروع هو حميدتي. الناس ديل ما عندهم مشروع وطني، ما عندهم فكره وطنيه، الناس ديل ما تلموا عشان ابن وطن، الناس ديل تلموا عشان حميدتي. حتى الناس اللي بتكاتل، القبائل اللي بتكاتل برا، والله العظيم ما بتكاتل عشان سودان، ولا بتكاتل عشان ديمقراطيه، ولا 56 ولا 66، بتكاتل عشان حميدتي. فعندهم حياه حميدتي اهم لهم في استمراريه الحاجات اللي هم بيفتشوا ليها. دي الحقيقة. حتى القحاطي بيبكي ليه ومسافي التراب ليه وداري يعبد له صنم ويجيبوا له عالم مصدق وعارف نفسه هو مشترك في الخطة ليه؟ لأنه وجود حميدتي بالنسبة له حياة وموت. ما يقول لك حميدتي حياته ما مهمة وموته وما بيفرق، بيفرق معاهم. كيف ما بيفرق معاهم؟ جيب ارجع قبل فترة الفيديوهات اللي بينزلوا فيها مفبركة وبالذكاء وبيمسحوا فيها بعد دقيقة. لو كان حميدتي عايش ما كانوا عملوه جابوه. احنا ما شعبي بلي ولا شعبي قبي ولا شعبي ما بنفهم في حاجات ادتنا نبني عليها انه حميدتي ده انتهى وهولي. حاجات كثيره ما واحد واثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا منا الحاجات الحقيقيه والحاجات تحت التحليل. بالنسبه لهم حميدتي موتوا دمار مشروع انتهوا. انا بقول لك انتهوا. اسع الناس الجنجويد ديل هذول بيسرقوا في كل مدينه وبينهبوا في كل مدينه. في زول قادر يوقفهم منهم؟ الامارات قادره توقفهم؟ القحافه اتفقوا معاهم على دخول الجزيره وقال لهم كده سمعوا كلامهم؟ ما بيسمعوا كلامهم. اللي بيقدر عليهم منه غير حميدتي. انا بقول لك الحقيقه. عشان كده الحين ده الشغل اللي جابوا لك ده كله شغل بتاع زيف، شغل بتاع تلفيق، شغل بتاع طلس، شغل بتاع كذب، شغل بتاع نفاق لحاجه واحده. يا اخي مستحيل. دائما الرئيس او الزول المسؤول مستحيل ينتظر الناس في كنبه بفوطه وعليها فوق قماش ابيض وقاعد حارس لناس وهو حارسهم عشان المؤتمر بقوم من مكانه حارسهم في حته عشان يجوا يعملوا مؤتمر. دي ما سبق عليها زول. دائما الناس بتجي الاول وتنتظر الضيف جاي من برا اللي هو الشخصيه المهمه اللي هم منهم هون بينتظروه وهم قاعدين، بعد ما يجي بقوموا على حيلهم يمشوا استقبلوه. الكلام ده ما حصل. جابوه خدتوه ركنوه في تحت الترابيزه دي وحرسوا الجماعه. حرسوا الجماعه. الجماعه جو من هناك يسلموا عليه في الترابيزه تحت الفوطه اللي بيضا دي، الترابيزه تحت المافيا دي قاعدين. معقول ده زول كان ماسك ليون الشغل وكان نائب رئيس دوله وكان وبالنسبه ليون يقعد ينتظرهم هو؟ يقعد ينتظرهم هو اللي هو بيمشي ليون جوا وهم بيستقبلوه وبسلموا عليه وبكون الشغل لايف مباشر؟ ليه ما في لايف مباشر؟ يا
ما تزعل نفسك، ما هو اذا ما حاجات انا ما اجيبها انا ما بالف لك. ليه ما في لايف مباشر؟ ليه شغل جابوا لك كده؟ السبب ما هي واضحه، ما دار لا زكاوه. يعني تجيني تقول لي والله موتوا والله العظيم والله العظيم الناس دي الموت حميتي بالنسبه لهم دمار ودمار مشروع ودمار غرب افريقيا، لانه مشروع حميتي بيتبنى على الرجل الواحد. عبد الرحيم ده قالوا ده ما عنده مكانه عندهم، ولا الناس بتصدقوا ولا القبائل بتطردوا القبائل وبتفولي فوشه. ما قدر عمل لي حاجه، لولا برا الدويله تحت الشر بتدفع من برا والله زول ما كان مشى معاه من برا. لو ما دويله الشر ضامنه ليهم والله يطردوا من قبيله لقبيله في دارفور يطفوا في وشه. ده مشروع الرجل الواحد، مشروع الرجل الواحد بينتهي بموت الرجل الواحد وبيحيا بحياه الرجل الواحد. في موت الرجل الواحد ما في مطلب ولا في حاجه بتتنفذ ولا في حاجه ولا حيلموا في حاجه. عشان كده النازل بيمسكوا فيه بشفته ممكن يجيبوا لك يحيوا لك 100 مره انه يكون حي. يكون حي. لانه موته هزيمه، هي هزيمه، انهزموا انهزموا، انتهوا انتهوا. فترتهم الفتره دي كلها الناس دي ما عندهم قياده، ما عندهم بيجيبوا كيكا، كيكا ده شنو؟ كيكل ده منو؟ كيكل ده شنو ذاته؟ منو؟ عنده شنو كيكل؟ كيكل ده همباتي ولا عنده علاقة بالدعم السريع؟ كان تابع لقوات درع وين؟ في النهاية احتاجوا له دخلوا لبسوه ادوه لواء. غرش ده كان رغيب بداية الحرب وياما حميتي فيه كان رغيب. بعد ما حميتي انتهى بقى مقدم. دي الحقيقة. انت بتتكلم سايب بتقولوا لي حميتي والناس، الناس حميتي ده بالنسبه لنا ميت، وانا بقولها كل يوم ما يطلعوا حاجه حميتي بيثبت لنا بالدليل القاطع انه ميت. انه ميت منتهي الى نار جهنم وبئس المصير. حميتي ميت. وكونه يقنعوا البرهان انه يمشي يلاقي الزول ده، قسما بالله ده رده للبرهان. وده قرطصة في التاريخ تتكتب من ضمن الناس القرطصون في التاريخ. دي أكبر قرطصة حتكون في التاريخ. أنا بقول لك الحقيقة، حميتي ميت. حميتي ميت، الكلام ده بنقوله لك واثقين فيه. ولو عصروا قلت لك ثلاثة من البطاحين ديل، ثلاثة من الجماعة اللي هناك ديل، قسما بالله يحصرون، قسما بالله يوروا وين دفنوا. القصة ما دايرة لا عقل ولا دايرة زول يفكر ولا دايرة لا زول ذكي ولا حاوزة. الشغل اللي حصل ده ده أتفهم، ده انحطاط للقحاطة، دي الرزيلة بعينها. ده الناس اللي ما عندها موضوع، الناس دي بيجوا ما قادرين يقنعوا الشعب بمشروع، دايرين يقنعوا الشعب بأنه حميتي حاجة. فشلوا في إقناع الشعب بمدنية وديمقراطية وأنه دي الكيزان، الآن دارين يقنعوا الشعب بأنه ده حي فقط. خلي الكلام بتاع ديل كيزان وديل فلول وديل ما بيقنعوا الشعب بأنه ده حي ويفاوض. الناس ديل وصلوا مرحلة بعيدة جدا 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 من النتانة والخناتة. ما عندهم حاجة. قاعدين بس الآن بيقنعوا أنه ده حي. يعني دي مرحلة خلاص طنط. قول لهم شنو زي دي؟ زي دي تقول لهم شنو؟ ما قدروا يقنعوك هنا الأحياء. حمدوك التمنة تحت اللبن ما قدر يقنعك بحاجة. ما قدروا يدخلوا في الشعب ده ذرة من أفكاره، ما قدروا يوجهوا الشعب ده، ما فشلوا. شايفين الشعب بيتصعد عليهم بقول، والشعب ماشي مع جيشه وقال لهم الجيش ده لو كله كيزان احنا راضيين به، ولو كله دبون ولو الترابي قاعد احنا راضيين به. في شنو تاني؟ اللي بيعملوا في ده الموساته ده الانتحار. كونه فت خلاص ما لقوا حاجه يئسوا، بدوا يفكروا لك في انه لازم حميدتي يحيى. ده هنا العجز، ده هنا الانحطاط، ده هنا خلاص الزول. الناس دي فقدوا البوصله. الناس دي خلاص ما عندهم حاجه. دي ما قدروا، هو بيخبوا. هل الدوله حميتي؟ هل الدوله حميتي؟ هل الشعب حميتي؟ لا،
شعبي هذاك اقنعوا الشعب السوداني بافكاركم وخاطبوا الشعب السوداني. انتوا قلتوا وعملتوا الجمعيه شنو كده ليه؟ مناهضه لا للحرب. شفتوا لكم سوداني طلع معاكم؟ شفتوا لكم والحلال كده طلع معاكم؟ شفتوا سوداني طلع قال لكم صح؟ ما في. ما في. عشان كده القصه خربانه من فوق من ناسا. أسع الشغل ده كله العملاء مس عشان يقنعوا البرهان يجروا رجله على اساس يمشي يلقى حميتي قاعد نفس القعده دي. يقعد البرهان يتكلم كانه بيتكلم مع حميتي. وانا اقول لك حاجه اقسم بالله العظيم لو قال لي حميتي اسجد للشخصيه اللي عاملينها لك حميتي دي قال لا اسجد حيسجد. مش حيطلع ناسه ساي لانه اساسا حميتي ديل ما ناسه. حميتي ناسه كلهم انجغموا وديل ما اساسا ما مشروع. الان الامارات بتفتش ل 5% من المشروع اللي كانت ضامناه بنسبه 100% الان دايره فيه 5% عشان تكبره. الان دايره لها مدخل جديد. دايره تكون موجوده ان شاء الله بنسبه 1%. ال 1% دي في نظرها انها حتزيد وحتكبر في السنوات الجايه، طالما في عميل طالما في ود حرام حتزيد. الان بيقول لك انه ديل عشم وننو هيقعدوا يحكموا. انا اقول لك كذاب عشمهم يكونوا جزء من والله كذاب. الناس زي بس عشمهم خدتوا لهم ريل تدون ريل واحده شفت ريل واحده بس يكونوا لو قلت لهم طلع الناس زي بيطلعوا. انا اقول لك بيطلعوا اسحبهم بيسحبوهم. ليه؟ الناس زي دايرين ريل. الناس زي انكسروا. الناس زي انتهوا. الناس زي ما عندهم وجود. ما عندهم وجود الان ما عندهم وجود. يعني حيقول لك لا نواصل معاك. الحرب دي احنا منتصرين فيها ما زال بتاعت وقت ما اكثر ولا اقل لانه الان الشعب كله مسلح. السودان ولسه دمت السودان كله حيسلح زياده. الان الناس بترسل لهذا بيشتروا في السلاح. دي المنتهيين منتهيين. حينتهوا براون؟ لا. القحاطه والاحزاب ليوم الدين. دولة الشر انتهت. الثانية ما حيكون عندها سفارة في السودان. شاء من شاء وأبى من أبى. أثيوبيا ولا تعامل معها بالعكس موقفنا مع مصر. كده معاه كده. ألف أحمر. لأنه ديل لقيناهم خونة رمم. لقيناهم خونة ما أكثر ولا أقل. خونة. ما بنعتمدون على بلدنا يوم من الايام ولا بنعمل معهم صداقات ولا بنعمل معهم حاجه. دي الناس وسخه. الناس دي خلاص انتهوا انتهوا مننا انتهوا. عشان كده الان الخطاب بتاعنا بنوجهه للبرهان مباشره. برهان. الان البلد اي دقيقه بتطلع لك بكره تمثيليه، دقيقتين بتطلع لك فيلم هندي، 3 دقائق بيطلع لك فيلم مكسيكي، مسلسل مكسيكي، حلقات 1100 حلقه ما بتنتهي. عندك الزمن الان ما في صالحك ولا في صالح الميدان. طالما الجيش الان متقدم وما في حاجه والناس عايشين والمواصلات اعلن انه الشعب السوداني انه باذن الله تعالى ادي صفاره البدايه وخلي الجيش ده ينزل الشوارع. مهما كانت الخسائر ما حنفقد وطننا حننتصر. ما دي حرب يعني دي ما حفلة ولا رقص. مهما كانت حننتصر. شعبي كله واعي. الشعب كله لما نلقى جيش الآن لو مشت 4 علوية بس مشت على الجزيرة دخلت الجزيرة دي كلها معاك. الجزيرة دي لو شافت الجيش شاي بتتقوى أقسم بالله الواحد بيبقى 10. الحقيقة الواحد على الجزيرة شايل العكاز ده والله كأنه شايل له سيخوي. والله كأنه سايق سيخوي. الناس محتاجة الجيش يكون جنبها عشان هي تقدر. الناس محتاجة الآن الجيش يتحرك. الجيش يجي الغرى بيلقى الغرية كلها معاك. يمشي على المدن المدينة كلها معاك. لكن عزلتك منه وقاعد والقرار القرار كده ما كده كده ما خطة كده فيها عدم فهم وعدم وعي عدم معرفة وعدم دراية وعدم مسؤولية. الآن احنا محتاجين القرار الآن. ما في تأخير الآن 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 الآن. يا أبيض يا أسود الآن. شعبي منتصر 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 بإذن الله منتصر.
دي ما يشيلك فيها شكك. احنا ما شويه 48 مليون طلع منهم 500,000 خاين، طلع منهم 500,000 خاين بيجين جويد، شنو يعني؟ ولا فارقه معانا، ولا فارقه معانا، احنا ما شويه. لكن القرار يطلع الان، يطلع الان القرار. القرار لما نطلع الان بيطلع من في وقته المناسب وبتقدر تنتصر، لكن يقعد يتاخر ويقعد يعاين دي شغله ما في اي فائده لينا، ولا كونك تمشي لي جيبوتي تقول لينا ماشي والمجتمع الدولي. انا هنا بحتقرك طوالي، انا هنا بحتقرك لانه حتفاوض على شنو انت؟ انت دار تمشي تفاوض على شنو؟ في شنو تفاوض عليه؟ تفاوض على بيوتنا اللي اتنهبت ولا اللي اتكسرت ولا اخواننا اللي ماتوا ولا بناتنا الحراير اللي اختصبوهن ولا تفاوض على شنو؟ تفاوض على شنو؟ ما في شعب سوداني بيرضى لك باي حاجه، بالعكس بتزن نفسك انت. بتهين نفسك وبتزن نفسك وبتفقد احترام الشعب السوداني وبتفقد احترام مؤسستك العسكريه. دي الحقيقه. دي الحقيقه. ما تفكر الان 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 اجتياح كامل كامل، نهر النيل جاهزه، القضارب جاهزه، النيل الابيض جاهزه، الدنيا كلها جاهزه، قول لهم هيا امنوا لنا برا، جيبوا معاكم ناكلكم وشرابوا، قول لهم 7 يوم اكل 7 يوم شراب 7 يوم، امنوا لنا ببرا الخرطوم، عندك الجيش من جوا وديل من برا، اقسم بالله المعركه تنتهي ولا لف ولا دوران. عندك المستنفرين ديل بس امنوا لك من برا، الطالع كله بياكلوا ليه وانت من جوا، في شنو تاني؟ ما في حاجه، ما في حاجه. المعركة محسومة، لكن داير الشجاعة تحت الغاية، داير الكلام الصح، داير عشان البلد تجي. الله يديكم الصحة والعافية. والناس يا جماعة للمرة المية ما تشتغل بالإشاعات، الناس تدعم بوعي، تعرف أننا منتصرين بإذن الواحد الأحد، ما عندنا شكك في انتصارنا ولا بنرجع حتة لورا. النائب العام التزاماتك ورينا، ورينا طلتك، دارين نشوفك، دارين نشوف قراراتك، دارين نشوف شغلك. ما تقعد لنا وتتدسى تحت المكتب، الان ده ما وقت يسأل. الان عندك موقف واضح وصريح، شله بتاعت خونه ورمم قاعدين بيبيعوا في الوطن. المفروض طوال القرارات هنا تطلع عشان احنا نقول في نائب عام، عشان نقول البلد محروسه بقانونه وبعدالته وبناسه وباولاده. الله يديكم الصحه والعافيه. سلام عليكم.